حياكم الله من جديد متابعينا في فقرة تمشية المرأة، من الأماكن الجميلة اللي يقصدها السائح والمواطن للاستجمام للاسترخاء، أجواءها دائما باردة. الحلو أن نحن اليوم جايين من تنظيم شركة قمم، راح نروح أماكن جدا جميلة. أهم شيء أنتوا تتابعوا فقرة تمشية لهذا اليوم وراح تستمتعوا وتستانسوا. في تمشيتنا لليوم شفنا جمال عمان حديثا ولكن بطابع تقليدي وتراثي. تمشينا في ولاية الحمرة وهي إحدى محافظات السلطنة، تقع وسط عمان وقد لاحظاها بجماليات خلابة تختلف عن باقي المحافظات الأخرى. في كل ولاية من الولايات اللي تحتويها المحافظة بها من وسائل الجذب السياحي الماتع. والجميل إن شركة قمم خصصت عربات للسياح لتمشيتهم وإرشادهم للمناطق الجميلة في الحمرة وخاصة في الحارة القديمة وتعريفهم بقصة هذا المكان. وإحنا وطاقم برنامج كيان استمتعنا بركوب هذه العربات. العربات مريحة وجميلة وفكرة رائدة من شركة قمم. كل اللي تشاهدوا من عدسة كيان من أرصفة وأفلاج ومرافق كلها من تكاتف أهل المنطقة وتشمير ساعدهم لبناء وتعديل الولاية والحارة لتكون وجهة سياحية يقصدها السائح والمواطن لها. جهود جبارة ويشكروا عليها أهل الحمرة على كل اللي يقدموا للولاية وللضيف. المبيت في نزل بيت الجبل وهو عبارة عن نزل تراثي يمتاز بالطابع التقليدي الجميل. سابقاً كان بيت ومع الترميم أصبح نزل يقصده السياح. كانت زيارتنا في اليوم الأول لوادي النخر الذي يقع في قلب الوادي لجبل شمس. وفي نهاية الوادي في مكان تراثي جميل، أيضا أصحاب البيوت قاموا بترميم البيوت للاستفادة منها للسياح وأصبحت نزل لهم. وفي اليوم الثاني كانت تمشيتنا في الحارة القديمة في ولاية الحمرة وبالتحديد لبيت الصفا، وهو عبارة عن بيت تراثي يقوم بتعريف الزوار بالعادات والتقاليد العمانية اللي كانت سائدة في هذا البيت. ويقع بيت الصفا وسط الحمرة ويبلغ عمره 400 عام.
تاريخ الولاية والحارة تاريخ طويل، والجميل إن ما زالوا أبناء الولاية محافظين على كل شيء من عادات وتقاليد والمباني والمزارع والتراث بشكل عام. ولاية الحمرة والحارة القديمة بالفعل يستحق الزيارة جداً، منطقة آمنة وراحة بال وطمأنينة لا توصف، وقصة رائعة راح تخلد.